5 كيلومترات هي المسافة الحاضرة في هذا اليوم. على بركة الله مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ينطلق الشوط الرئيسي الأول، الشوط الخاص للإبكار اللقاية، والمسافة هي 5 كيلومترات. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. 26 مشارك في هذا الشوط، والجوائز إلى المركز الأول حتى 10 المراكز جوائز نقدية. نتمنى لجميع المشاركين بالتوفيق والسداد. نسير مع المركز الأول، نتابع رموز على التحدي الأول للسيد علي بن جابر بن علي الفهيدة المرياتي على البداية، ويقدم لنا رموز في المركز الأول. بينما المركز الثاني الرباعة للسيد جابر بن علي بن جابر الجربوع المري مع ثاني المراكز، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثالث ولا لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المرياتي شعار بن سالمين في ثالث المراكز، ويقدم لنا ولاء. بينما رابع التحديات من الجانب الآخر، نرى التقدم وتواجد هنا مشاهدي الأعزاء غرسنا لسالم بن حمد بن سالم الجربوع المري. بينما المركز الخامس نتابع العامرية للسيد حامد بن علي بن مايقة الإحبابي، ولكن ينخطف في هذا الشوط وفي هذا التحدي بشاير هنا سالم محمد بن بخيتة البحيح المري، يخطف المركز الرابع في هذه اللحظة ويتسلل من مركز إلى مركز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام لمراكز الخمسة الأولى مع النداء الأول في الشوط الرئيسي الأول الخاص للإبكار اللقاية في ميدان البصير، ميدان التحديات هنا في هذا الميدان الكبير، ميدان الشحانية، ميدان التحدي، حيث يجمع هذه الأسماء المميزة والشعارات الخطيرة. نعود إلى البداية، نعود إلى المركز الأول، رموز على الصدارة، علي بن جابر بن علي الفهيدة المري يقدم لنا رموز في التحدي الأول، يندفع إلى صدارة هذا الشوط. يأتي شعار بن سالمين في ثاني المراكز مع ولاء عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري المركز الثالث. يا سلام يا بشاير تبشر بالخير لمالكها سالم محمد ببخيت آل بحيح المري مع ثالث المراكز. المركز الرابع نتابع القادمة مشاهدين الكرام، غرسنا لسالم بن حمد بن سالم الجربوع المري. بينما المركز الخامس نتابع من خلال تواجد الرياضية، تصل لأول نداء في هذا الشوط لطراد بن موسى بن علي الشمري قادم في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمسة الأولى، وهناك أسماء قادمة لا محالة ما بعد المراكز الخمس الأولى. نعود إلى البداية، رموز مع التحدي الأول، مع الانطلاق الأول. الله يا رموز مشاهدين الكرام مسيطرة مع المركز الأول. الله يا علي بن جابر بن علي الفهيدة المري، ولكن بن سالمين مع ثاني المراكز، مع ولاء عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري في المركز الثاني، يقدم ولاء. بينما المركز الثالث، هذه مشاهدينا الكرام بشاير تأتي مع ثالث المراكز بشعار سالب محمد بن بخيت آل بحيح المري. المركز الرابع نتابع من خلال تواجد وانطلاقة مشاهدين الكرام القادمة في هذا التحدي الرياضية. مشاهدين الكرام في هذه الرياضة العربية الأصيلة تنطلق في رابع المراكز اطراد بن موسى بن علي الشمري. بينما المركز الخامس تأتي مشاهدي الأعزاء غرسنة سالب بن حمد بن سالم الجربوع المري. هذه النتيجة مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمس الأولى. ونعود مع الشوط الرئيسي الأول، الشوط الأول، التحدي الأول، الانطلاق الأول، رموز مع التحدي الأول. 2 كيلومترات، يا سلام يا سلام يا رموز على الصدارة، رموز على المركز الأول. تأتي على البداية تقدم الإبداع المميز في ميدان البصير في الشوط الرئيسي الأول. هذه رموز مشاهدين الكرام، علي بن جابر بن علي الفهيدة المري. بينما المركز الثاني
ولا لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري في المركز الثاني مع ولا، وثالث التحديات تاتي الانطلاقة والمتابعة من بشاير للسيد سالم بن محمد بن بخيت آل بحيح المري، بينما المركز الرابع تصل في هذه اللحظة الرياضية، وديروا بالكم من الرياضية أحد الأسماء الخطيرة والقادمة مع رابع المراكز إطراد بن موسى بن علي الشمري، بينما خامس المراكز المركز الخامس نتابع الهجوم المكثف من الاسم القادم. هنا الوصول مشاهدينا الكرام من قبل القلايل تصل في هذا الشوط لأول إذاعة في هذا التحدي، علي بن حمد بن جر الله بن ضرمان المري، وهذه النتيجة مشاهدينا الكرام مع الشوط الرئيس الأول. ولكن رموز لا زالت على الصدارة، رموز مع التحدي الأول، حافظ على رموز يا مالك رموز، ما شاء الله تبارك الرحمن. علي بن جابر بن علي الفيدة المري مع الشوط الرئيس الأول يريد أن ينتزع ناموس هذا الشوط، ولكن الأسماء الخطيرة وصلت في هذا الشوط بشاير سالم محمد بن بخيت آل بحيح المري، ولكن الله يا القلايل تصل لأول نداء وتنطلق وتغير من مركز إلى مركز، هذه القلايل لعلي بن حمد بن جر الله بن ضرمان، ولكن الاسم القادم وصلت غرسنا سالم بن حمد بن سالم الجربوع المري، والقادمة في هذا التحدي القادمة ارصد يا مخرجنا العزيز، هنا القادمة اللي تحمل رقم 9 ديمة صالح محمد بن بجاد النابت المري، ولكن نعود إلى رموز مع التحدي، رموز مع الصدر دارة. الله يا رموز، الشوط الرئيسي الأول مع رموز على المركز الأول، هذه رموز مشاهدين الكرام تأتي على البداية وتنطلق وتندفع إلى نحو ناموس هذا الشوط بالأداء المميز بالرقص الجميل. الشوط الأول مع رموز مع التحدي الأول، يا سلام علي بن جابر بن علي الفيدة المري مع البداية مع اللحظات الأخيرة، هذه رموز على الصدارة، رموز تختطف الشوط الرئيس الأول الخاص للإبكار، اللقاية في ميدان البصير، تأتي رموز على البداية وتسجل وتدون اسمها أحد الأبطال أحد الأقوياء لهذا الشعار الجميل، علي بن جابر بن علي الفيد المري مع رموز، ولحظة وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني وصلت في مشاهدين الكرام القلايل لعلي بن حمد بن جر الله بن ضرمان المري المركز الثالث، وصلت في مشاهدين الكرام شديدة لعنتر بن محمد بن كرد المنخس المري المركز الرابع،